هاي العين اسمها عين الحنية، نبع عين الحنية، هي من أكثر ينابيع المي بالولجة شهرة، من أكثر عيون المي اللي بيجوا عليها الناس أيام الجمعة والسبت. هاي العين بتيجي على خط الهدنة اللي واقع بين أراضي 48 وأراضي 67. طبعاً هاي العين حالياً عم بصير فيها أعمال ترميم من قبل السلطات الإسرائيلية ليحولوها لمنتزه ومحمية طبيعية لليهود. طبعاً هي من زمن البلاد، يعني هي كانت أهل قرية الولجة يعتمدوا عليها بشكل كبير لري المزروعات والشجر، هنا كان كله شجر دراك وخوخ كانت المنطقة هاي الولجة تعتبر سلة القدس الغذائية من ناحية الفواكه والخضار، لأنه بشكل كبير كان يعتمدوا على الزراعة. لكن حالياً اليهود حطوا إيدهم على عيون المي، وأنتوا بتعرفوا أي نبع مي اليهود ما بيخلوا، يعني أي إشي طبيعي بيحاولوا إنهم يستغلوه. طبعا هاي المي زي ما احنا شايفين بتمشي من بين الصخر وبتنزل، بتضل ماشيه في المجرى تبع القناه وبينزل لتحت. طبعا من هون بتطلع المي اللي هي بتكون من باطن الجبل من بين الصخور، وبتمشي هيك بتضل ماشيه تقريبا مسافه 60 ل 70 متر، بتمشي بالقنوات للمي لحد ما تصل لعند المشرع تحت الشلال تبع النبح. طبعا الحلو بالمية هون انه بالشتاء بتكون ميتها دافية مية النبع، وبالصيف بتكون ميتها باردة، فالواحد بيستمتع فيها في الصيف. زي ما انتم شايفين هي في هنا الاعمال هاي اللي مبينه، الاكواس والحفريات، هاي بتبين انه اليهود عمالهم بينقبوا على الاثار حتى يعملوا انها هي محميه طبيعيه لليهود حاليا، وهي ضمن المخطط في الحديقه الوطنيه الكبرى للاسرائيليين، راح تكون مركز الحديقه الكبرى للاسرائيليين، يعني ممنوع الضفه يوصلوا هون، بصير اللي بده يدخلها يدخلها بدخوليه، بصير زي منتزه خاص. طبعا هذه بالاصل هي اراضي دير، كانت ارض دير، هي ارض وقف، يعني زي ما بتعرفوا اراضي الدير واراضي تكون ارض وقف، لكن حاليا الاحتلال حط ايده عليها وعمال برمم فيها لحتى يضمها للاراضي المصادره.